هؤلاء الرجال السيد محمد بن صالح شقرون من مواليد 24 أفريل 1944 بمدينة باجة. اشتغل السيد محمد شقرون بمعمل مسابك بمجرين ونشط صلب الاتحاد العام التونسي للشغل بداية من سنة 1971، وشغل خطة عدة خطط منها كاتب عام للنقابة الأساسية للمسابك، ثم عضو بالجامعة العامة للمعادن، ثم كاتب عام للاتحاد العام الجهوي للشغل بتونس، ثم بالاتحاد العام الجهوي ببن عروس بصفة عضو بالمكتب التنفيذي الموسع إلى حدود سنة 1986. خاض السيد محمد شقرون مواجهة مع النظام في أحداث جانف في 1978، وتم اعتقاله في منزله واقتياده إلى أمن الدولة، أين تعرض إلى شتى أنواع التعذيب من تعليق وضرب وغيرها، وإلى إيقاف مطول نهز الأربع أشهر قبل أن يتم إيداعه بالسجن وإحالته على المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة. وأمام المحكمة وجهت للمناظر النقابي محمد شقرون وزملائه عدة تهم خطيرة، منها تبديل هيئة الدولة، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات. سيد محمد شقرون لك الكلمة. مرحبا. تفضل. مرحبا بكل الإخوان والأخوة. حبيت قبل كل شيء إن 26 جانفي، الأسباب اللي أدت 26 جانفي والأسباب اللي أدت إلى ذلك اليوم الأسود. حضرات السادة والسيدات، يسعدني كثيرا متابعتكم هذه الشهادة التاريخية التي سأتناول فيها عدة مسائل أساسية، أهمها التي أدت إلى الخميس الأسود 26 جانفي 1948 وما بعده. لكن بادئ ذي بدء، اسمحوا لي أن أقدم نفسي في إيجاز. محمد شقرون ناشط نقابي بالاتحاد العام التونسي للشغل بداية من سنة 1971، ثم كاتب عام للنقابة الأساسية للمسابك المتجمعة، فعضو بالجامعة العامة للمعادن، ثم كاتب عام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس بتونس الكبرى، ثم كاتب عام للاتحاد الجهوي ببن عروس. وكل الكتاب العامين للاتحادات الجهوية يعتبروا أعضاء في المكتب التنفيذي الموسع، وهم اللي ينتخبوا الأمين العام. حضرات السادة والسيدات، فيما يخص الأسباب السياسية يمكن إلى حدود، وفي هذا الصدد سأتناول من وجهة نظري الدوافع والأسباب التي أدت إلى أحداث 26 جانفي التي كانت حسب رأيي أسباباً سياسية ونقابية. حضرة السادة والسيدات، فيما يخص الأسباب السياسية يمكن الإشارة إلى بروز أزمة حادة في الحكم تمثلت أولاً في الاتفاق جربة، والثاني في الرئاسة مدى الحياة للرئيس بورقيبة. ففيما يخص اتفاق جربة المشهور بين القذافي وبورقيبة وما ترتب عليه من معارضة أهم الوزراء وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل في شخص أمينه العام الحبيب عاشور، وكذلك بروز مشاكل بين أجنحة السلطة موضوعها الخلافة، خاصة وأن بورقيبة كان مريضا. على أن أهم العلامات البارزة للأزمة تمثلت في استقالة 7 وزراء وفي مقدمتهم محمد الناصر، وذلك إثر تنصيب السيد الضاوي حنبلية وزيرا للداخلية، وتعيين بن علي مديرا عام زين الدين بن علي مديرا عام للأمن عوضا عن الطاهر بالخوجة الذي كان وقتئذ في مهمة بالخارج.
غير أني لا أستطيع تقديم المزيد من الإيضاحات في هذا الموضوع، تاركا توضيح الدوافع والأسباب لأصحاب الاستقالات والمؤرخين. حضرة السادة والسيدات، فيما يخص الأسباب النقبية، فإنه بداية من السبعينات قد حصل تغير في الخارطة السياسية مقارنة بالعقود التي سبقتها سياسيا واجتماعيا ونقابيا، ذلك أن الاتحاد قد عرف تدفق عدد كبير من الشباب بجميع أصنافه ومستوياته ومراجعه الفكرية، مما أدى إلى نشوء حراك كبير وحيوية عرفها الاتحاد بزعيمه الحبيب عاشور، الذي والحق يقال قد فتح أمامهم باب الاتحاد على مصراعيه، فشجعهم واحتضنهم باعتبار أن الاتحاد أصبح ملاذهم الوحيد، هروباً من سطوة الحزب الحاكم وانعدام أي إمكانية للحرية وللتعبير عن الرأي وممارسة الحقوق المدنية، خاصة وأن نفس الفترة وما قبلها بقليل قد عاشت تونس عديد المحاكمات التي طالت صفوف الطلبة والرأي الحر المخالف. كما شهد الاتحاد في تلك الفترة التحاق عدد لا يستهان به من الساترة وانضمامهم إلى صفوفه مع بقائهم ناشطين في الحزب الدستور، مما جعلهم يتحملون مسؤوليات مزدوجة، ومما أدى بهم إلا أن مواقفهم أصبحت تميل إلى الصف النقابي أكثر من الحزب. وقد ازدادت في تلك الفترة الساحة النقابية ثراء وتجذرا بالتحاق عدد كبير من سلك التعليم بجميع أصنافه، الابتدائي أمثال حسين بن قلدور والهادي عبيد ومحمد علال ومحمد الشابي وحسن حمودية ومحمد طرابلسي، والثانوي حسن حمودية محمد صالح الخريجي محمد الهادي التواتي وسالم النيس وأحمد الكحلاوي وغيرهم، والعالي الطيب البكوش وتوفيق بكار وصالح القرمادي ومحمد الشرفي وجنيدي ومهدي عبد الجواد علاء علي متيمت حمادي بن جبلله ومحمد الزواغي وغيرهم، مما جعل الاتحاد يجمع بين شغالي الفكر والساعد، ومما أوجد مناخا فكريا على درجة عالية، وفر للاتحاد إمكانيات القيام بدراسات وبحوث تخص الاختيارات الليبرالية المتبعة من طرف حكومة الهادي نويرة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما تخص تقديم البدائل والمقترحات. حضرات السادة والسيدات، إذن فالاتحاد قد أصبح قوة اجتماعية كبيرة، مما أزعج الحزب الحاكم والسلطة التي يمثلها، فأصبحت تحيك المؤامرات والمناورات ضده وضد منخرطيه قيادات وقواعد، منها محاولة إزاحة الحبيب عاشور وتعويضه بغيره، لأنه قبل كانت يعني الكاتب العام بتاع الاتحاد اللي ما ساعدوش يبدلوا في 65، ما ساعدوش حبيب عاشور جاب بشير بلغة، ما ساعدوش أحمد بن صالح جاب سي المرحوم أحمد التليلي مثلا، وهكذا بغيره من الموالين للسلطة، ثم محاولة تهديده بالاغتيال، ثم غلق باب الحوار والتراجع عن الاتفاقيات المبرمة ومضايقات النقابيين بواسطة الشعب المهنية، ثم الاعتداءات المنظمة على دور الاتحاد وعلى النقابيين عن طريق ميليشيات الحزب وبدعم من أعوان سلك الأمن. وقد ازداد الوضع تأزما عند ممارسة أشكال القمع في حق كل تحرك مهما كان نوعه ومصدره، سواء كان نقابي أو غيره، وقد كانت الأوامر صارمة إلى حد تهديد النقابيين بالتنكيل والقتل
ومنعهم من الالتحاق بمقرات الاتحاد والاعتماد واعتماد الهروات والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة النقابيين المتجمعين أمام مختلف دور الاتحاد. وأمام هذه الممارسات كان لزاماً على الاتحاد أن يختار بين الاستسلام والاستقالة أو الدفاع عن نفسه بالطرق الشرعية كما تنص عليه القوانين والأعراف الجاري بها العمل محلياً وكونياً. حضرات السادة والسيدات، إذن وأمام هذه الحالة فقد اجتمع المجلس الوطني ثم الهيئة الإدارية وتم تدارس الوضع وما آل إليه، ثم صدر عن الهيئة الإدارية قرار الإضراب بيوم واحد دفاعاً عن الاتحاد وتمسكاً بالمكاسب الوطنية، وأوكل تنفيذه وتاريخه للمكتب التنفيذي، فكان يوم 26 جانفي 1978. وكان رد فعل السلطة قوياً فورياً تصعيدياً، إذ في يوم 25 جانفي 1978 تمت محاصرة مقر الاتحاد محاصرة كلية، وفي يوم 26 جانفي ليلاً تمت مداهمة الاتحاد وإلقاء القبض على جميع من كانوا بداخله بطريقة وحشية ولا إنسانية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل عمد النظام القائم آنذاك إلى ملاحقة عدد كبير من النقابيين واقتحام منازلهم ليلاً وإيقافهم، ومنهم شخصي بعد 26 جانفي وقتها ما زلت نخدم. نهار 27 جانفي رجعنا للعمل، وكان وقتها البي دي جي متاعنا ولد بالقاسم الشابي، جلال الدين الشابي. قلنا كيفاش توا يهزوا النقابيين ويزدموا على احنا باش نكملوا الاضراب، نزيدوا نعملوا نهار 27 اضراب. ما عملنا اضراب، ما خدمناش نهارتها. عيط لي وقتها البي دي جي هذا جلال الدين الشابي ولد بالقاسم الشابي، مانيش عارف مازال حي ولا لا. قال لي اسمع، قلت القياده هذه نتاعكم احسبوها انتهت، وننصحك خير اقعد رئيس وبرا اعمل استنكار، ما كانش راك مشترى العجب. قلت له انا قلت لك اليوم هنا مضربين مانيش، وقعدنا طبعا ما ضربنا النهار هذاك ما خدمناش. اللي من غدوه على كل حد، اللي من غدوه في الليل تم زدموا عليا للدار في الليل، قد ثم كوفر فو، دخلوا للدار ساعة فركسوا الدار الكل. عندي زوز أولاد زوز بنيات صغار موجودين هنا بتوا بأولادهم، حاصل لك الدار خلوضها يلوجوا على السلاح، يعني شوية عولة منا وأنا داري صغيرة وقتها، شوية وكسكش ومحمص وكذا خلطوها الكل، فهمتني، فركسوا بطريقة يعني نتاع وحشية مش شيء آخر، والمرأة مسكينة تخزر والأولاد صغار. وبعد هزوني المركز الشرطة لوزارة الداخلية، دخلوا لي من الباب وثم وطلعوني وقتها مش عارف تقريبا ترازام إيطاش، اللي يشرفوا وقتها على التعذيب عبد القادر طبقة واللي هو عز الدين طبقة والحاجي، وثم واحد آخر اسمه بوسكا يسموه بوسكا، وكان عبد المجيد عبد ربي يرحمه الصغيرة أنا مسامحهم. منهم شخصي حيث تم إيقافي ليلاً واقتيادي إلى وزارة الداخلية، حيث قضيت ليالي يصعب علي نسيانها، إذ كانت المعاملة سباً وشتماً وتجريحاً وضرباً أضيع وانا عريان زنت. وتعليق وغير ذلك من أنواع التعذيب والتنكيل التي تأبى الأخلاق التعرض إليها بالتفصيل. حضرات السادة والسيدات، تجدر الإشارة إلى أن التعذيب بأصنافه قد كان اختياراً ممنهجاً، إذ لم يكن يشملني وإنما كان تعرض إليه أغلبية الإخوان الموقفين، ومنهم المرحوم سعيد جاكي وصالح بروف
وعبد الرزاق أيوب مرحوب مات زاد، وإسماعيل السحباني وناجي الشعري ومنجي العياري والجنان المسعودي والعديد ممن لم تسعفني الذاكرة بإيراد اسمه وذكره. ثم هناك أماكن أخرى في تونس وفي عديد المناطق، مناطق البلاد، أهمها صفاقس والسوسة، قد تم استعمالها للإيقافات والتعذيب، علمت بها وبمن كانوا فيها فيما بعد. حضرات السيدات والسادة، لقد دامت هذه الإيقافات في مراكز البوليس السياسي سلامة أمن الدولة ما يقارب 4 أشهر حتى تمت إحالتنا على حاكم التحقيق الذي أمر بإيداعنا السجن. وفي الأثناء، يعني بعد ما تعديت الحاكم التحقيق ودخلت للسجن، بعد تقريبا مش عارف 3 أشهر عيطوا لي، جاءوا هزوني من السجن، هزوني للداخلية محضر، قالوا لي صح محضر، شو صح محضر؟ قالوا لي قلت ما صح حتى في محضر، قالوا لي اسمع تصح فيه ولا نقتلوك، قلت لهم اقتلوا لا وانا مش مصح فيه. لقيت روحي ما فقت بروحي، كان في زنزانة دايخ في زاورة. وفي الأثناء تم اقتيادي مرة أخرى إلى وزارة الداخلية، حيث طلب مني التوقيع على محضر بحث، رفضت الاعتراف به والتوقيع عليه، فكان رد الفعل عنيفا مما جعلني أفقد الوعي وأصبحت في غيبوبة تامة، لم أتفطن ولم يرجع لي الوعي إلا وأنا في زنزانة منفردة ملفوف في زورة، وبجانب ممرض لا أعرف سبب تواجدي ولا أعرف الوقت الذي قضيته في الغيبوبة. كما أذكر أخياني اللي كانوا مربوطين معايا وقت اللي هزوني وما رجعتش، سمعوا كونوا هزوني وما رجعونيش، يجيوا المحامين يطلوا ديما يطلوا على الإخوة ويتحدثوا معهم، قالوا لهم اليوم راهو هزوا شكون وما رجعوهوش، في ساعة المحامين شافوا الموضوع يعني سمعوا حاصل، كلموا المدام نتاعي واعطوها، قالوا لها فيسا هزوا القفه وشيطوا عليها ودبروا لها الوحده من خذوا لها الرخصه من المحكمه بيجي تاع فروا، حاصل قالوا لها ما طلعوهولكش، قلت لهم يطلعوا اليوم يا نقطه روحي هنا. اسمع قلبتها طلعوه ولا نقطه روحي، حاصل هزوني لها في زاوره، يعني اتعس نهار مسكينه ولا تبكي ولا تبكي، حطيت لي القفة وقلت لها باو ما يسالش لباس وبرا مشي على روحكم. اي في اي كما اذكر انهم حملوني الى حيث وجدت زوجتي في البرلوار محملة بقفة الحبس وهي في حالة يرثى لها. وفي اليوم الموالي زارني المحامي تاعي، محامين برشا، محامين تطوعونا، وقت زارني الصباح رؤوف النجار. رؤوف النجار وقت اللي شي دخلت وشافني ولا يبكي محامي ولا يبكي، قال لي تعرف اسمع تعرف علاش نبكي؟ نبكي قال لي من العوج نتاعك، على خاطر انت عوضه وقت اللي يعطوك حاجه تصححها وبعد ما تخليهمش يعملوا لك كاكه، وبعد كل حاكم تحقيق هذوما راهي صحته تحت الاكراه، لا خليتهم حتى عذبوك وقت ما تدريش تو ولا صححت ولا ما صححتش. اما محامي يبكي، تصور محامي اما حد يظهر لي كان يراه بكى مش على الوضعيه نتاعي انا، لا بكى يعني سوا ديزون اللي مترشح لي. تأثر كبيرا عند رؤية حالتي. حضرات السادة والسادة، أمر الآن إلى المحاكمة التي شملت كل الموقفين بمن فيها الحبيب عاشور، وذلك أمام أنظار محكمة أمن الدولة. حضرات السادة والسيدات، يجدر بي أن في هذا الصدد أن أنوه بعدد كبير، أن أنوه بالعدد الكبير من المحامين الذين تطوعوا كلهم للدفاع عنا كبارا وصغارا، وفي مقدمتهم العميد فتحي زهير عليه رحمة الله. كما لا يسعني إلا أن أنوه
بمواقف التضامن والمساندة والتأييد مادياً ومعنوياً الصادرة عن عدد كبير من المنظمات النقابية والحقوقية في شتى أنحاء العالم، وكذلك من بعض رؤساء الدول، وهي مواقف بلغت حد الضغط على السلطات التونسية وتهديدها بالكف عن تقديم الدعم والإعانة. كما أنه لا يسع إلا أن أذكر بموقف حركة الاتجاه الإسلامي النهضة حاليا التي كانت تعتبر العمل النقابي بدعة، والتي أدى بها هذا التوجه إلى عدم مساندتنا وربما أكثر. والفهم يفهم. حضرات السادة والسيدات، في المحكمة وقت تعدينا على المحكمة، المحامين عملوا حالة في القضاة، الله يرحمه اسمه ذاك، أحد المحامين قال رئيس المحكمة مات هو مقيد تون بعد، قال له اسمع، المحكمة هذه لو كان جات عندها أخلاق ما كانش تنظر في القضية هذه. قال واش قلت يا محامي؟ هكا بو العابة، وقام له هكا يعني حب يوقفه، خذا الكلمة فتحي زهير من ايش عارف وقتها ما نتذكرش اش قال. حصل المحامين عملوا حركة كبيرة برشا وانسحبوا من المحاكمة متاعنا. وقت اللي انسحبوا من المحاكمة متاعنا عرقلوا المحاكمة، قالوا جاء المحكمة وعملت لنا محامين سخرتهم، قالوا لنا ما تكلموا حتى كلمة، محامين اللي قالوا ما تكلموا حتى كلمة. أول واحد عيطوله هو قال عادل خيان البر، خاف وأنا صغير وقتها، قول لك تو يضغطوش عليه كذا، دخلت فهمتني هاي وقفت، قال لي لسم كذا. بعد قال لي هو مشابة، قال لي أنا عملت لك تسخير، أنت عمك عامل رؤوف النجار محامي متاعك، هني أنا سخرته لك، وهو بنفسه هو عنده القضية باش ما لا تتبدل لا هكا ولا هكا باش يتولى. قلت له تعرف كيفاش؟ أنا عملته أنا، كي عملت ودي أنا مانيش قابل، كنت عامله أنا داكورد قابله، أما كي عملت ودي أنا ما عادش قابل ومانيش مش تكلم. حاصل نزر هكا عمل قلت لك مانيش كامل، ما دام عملته وأنت أنا مانيش قابل، أخرج. قال لي خرج، تلقيت الجماعة الكل طلعوا لبرا يبوسوا فيا كي ما تكلمش، وبكلهم ما تكلموش. بعد في المرة الثانية وقت اللي عيطونا الكل وقعدنا على البون، عجبتني برشا سي الحبيب الله يرحمه، كان يخزر لنا الكل هكا في البون، يخزر عاد يخزر لي أنا ويضحك يعني هذيك يعني سي يشجع فينا، فهمتني؟ ما تقلقوش. وبدا هذا أبو العاب الله يرحمه يقرا فك الحيثيات، حيثيات تسمع يعني تسمعها، وذي حيثيات يعني نصف الليل ولا بعد نصف الليل يقرأ فيها. ونحب نزيد نقول حاجة، أنه القاعة هذيك كانت تتعبى بالميليشيا تاع الحزب، يعبيوها وتقعد عائلاتنا يوليو مانيش عارف كيفاش يدخلوا العائلات وحركوا يسكروها غادي ويخلوهم هما لبرا باش ما يدخلوش، يقول لك توي عيطوا ولا هذه طرق الحزب عندها، الحاصل عندهم طرق ولا أدنى منها. عاد في الأحكام هذيك عملت أثر سي الحبيب الله يرحمه داخل، ولا ركح الوحدة وشافوا وقتها واحد من حقوق الإنسان طبيب هو بن سلامة، شافوا وعطاه السكر وقالوا اطلع تفرها طلعوا دار شوية وبعد رجعنا. حصل ملوا الأحكام، بعد قرأ الأحكام حكموا على الأخ الحبيب عاشور وعبد الرزاق ربيل 10 سنوات، وحسن حمودية وخيار الدين الصالحي والصادق بسبب 8 سنوات، الطيب البكوش ومصطفى الغربي وعبد الحميد بالعيد ونحن 15، وعبد الرزاق أيوب وحسن وحسين بن قدور وصالح برور 6 سنوات، عندك محمد عزين الله يرحمه البحر وإسماعيل السحبالي وناجي الشاري ومحمد شخرون 5 سنوات. نحب نحل القوس، الطاهر بالخوجة كان وقت اللي كان وزير الداخلية، كان النقابيين يعني كان كي واحد نويرة ولا مش يكلم يوقفوا واحد
يعلم عليه سي الحبيب، قالوا راه قالوا لي مش نقفوا. سي الحبيب عيط له، يعني هذه مع النقابيه الكل بقى وقعت معايا انا. وقعت معايا انا وقتها في جلسه هكايا، شريتها للمفقد الجهوي وخليت وهزت النقابه وخرجت. يظهر البي دي جي متاعي اصحاب هو وعزوز الاسرم، لانه محمد الناصر خاطي في العمليه هذه. سي عزوز الاسرم كلم الهادي نوير، الهادي نوير قال وقفوا، كلم الطار بالخوجه قال وقفوا. كتار بخرجه كلم سي الحبيب قال لو جولي فيس على شقرون جيبوه، قولوا له جي لهنا للاتحاد. جيت قال يقعد هنا. توكلك سي الحبيب، كي واحد يقول له وقف وش يعمل؟ يجي يشدك الشخص ويبعث مع عضو مكتب تنفيذي للوزير نتاع القضيه ذيك، يبعث له محمد الناصر، وبعد يكلم النويره يقول له هو مع محمد الناصر، تو هو مع عضو مكتب تنفيذي عند محمد الناصر. ومحمد الناصر يكون محروش احيانا، نهارتها بعث معايا خيار الدين ودخلنا لمحمد الناصر، ما باش يقعد في عوض يقعد في بيرو، قام وجاء قعد في الوسط من غادي باش واقف. حصل هو قعد واقف، قعدت نحدث فيه تقريبا يجي ساعه غير ربعه، وانا خليته واقف هكا. خيار الدين خلي عملت لي، وخيار الدين كان اجريسيف هكا، لاحظته في بعض حاجات هكا اجتماعات تو كبر شويه، كان اجريسيف مع السي والي بي دي جي. عرف مره في جلسه نتحدثوا كي قالوا اسمع انت بي دي جي تخش عليك انك في حرب وخسرت حرب، هكا معاملتك مع النقابيين. عاد كي تحدثت محمد الناصر اقتنع، هذه الحكايه هذه وقت عام 76، كي اقتنع عاد رجعنا رجعت للاتحاد. فهمت هو روح حمك الحبيب، قال مخليه يقعد غادي في الاتحاد. في العاده في رمضان ذكر جاء في الليل رجع عيط لي قال لي اسمع عندك حاجه فيه. قال لي انا كي كنت صغير كيفك انت هكا مش نتكلمك هكا ونخرج نعمل حاجات اخرى، اني كنت بوكسور. قال لي راني اكتشفت فيما بعد، سالته عليه في الحبس قال لي شوف شقرون، كي واحد يغلط وانا نحش له ركايب وسيء ما عادش ينجم يخدم، ديما نعطيه الاكسجين، غلط اليوم غدوه ما يغلطش. عاد بالنسبه للطاهر بن خوجه كان صعب سي الحبي، عاد من الاشياء اللي النظام وقتها ماشي في الضرب، حكى لي سي الحبيب قال لي راهو نويره اعطى اذن لبن علي، قالوا اقتل 200 300 500 يموتوا تترجع، يعني يشوفون وصل. قال لي ردوا بالكم. عجا في الليل قال لي الكلام هذايا وروح، ما كانش قالوا لي الناس انه ما عويدوش باش يجي في الليل، اما جاء. وزاد العمال وقتها انا عامل ضراب راهو، زاد العمال وقتها اعطاهم في الوقت هذاك 20 دينار، عندي ما يقارب 500 خدام وقتها، اعطاهم كل واحد 20 دينار. باش ظهر يعني تشوف القوة، يعني كنت باش ندخل الحبس والخدامة باش تتهر. يا أخي صبحت أنا منعت والخدامة عطاهم الفلوس، وبعد لقينا حلول، وفي الضرب هذاك حسنا مطالب. مش تعرف المطالب اللي حصلناها؟ حصلنا مطالب برين دو شالور، برين دو بوسيير، والحليب، يعني ثلاثة حاجات اللي حصلناهم. وكنا والله نقابات أساسية كنا قويين برشا، يعني كي نقعدوا مع بي دي جي نتحدثوا ونختاروا له ساعات وقت اذا مش يطلع الخارج مثلا، نقولوا نجيه اي حاجتنا بالمطلب كذا لا تعطيهولنا التو، هذه حقيقه راه نقولوها مانيش تعطيهولنا باهي، نطلع ونجي ونتفاوض معكم، لا ما نجمش تطلع برا وتحمل مسؤوليتك تدخل بعضها احنا خاطين. فهمت عاد مره بي دي جي هز الكرتابه وضرب بها الشباك وليت تتكلمك هاي معناش قاعدين نطلع. بعد يمكن نص ساعة قبل لا يخرج يمشي للطيارة، عيط لي شيف دو سيرفيس قال لي أعطاك، قال لك خذهم مش أعطاك المنحة وقتها، والله ما نعرف شنو هي المنحة، قلت له تعطيها اليوم، تعطيها اليوم بالربي كيما تفهم. فهمت قال لي باهي زاد قال أعطيه. عاد يعني النقابات الأساسية نتاع السبعينيات كانت نقابات اللي دردع وكانت مؤسسات كبيرة برشا، يعني تجي في بن عروس مثلا تلقى لي فوندري ريوني فيها 500 عامل، تلقى بينرويا فيها 500 عامل، تلقى سوفوميكا فيها 600 ولا 700 سوتيفا، وكانت نقاباتها قويه. شو نقول لك عملنا وقتها صغار، عملنا عمليات نطلعوهم الكل قدام وانتم ماشيين في مسيره، عملنا حاجه الشعب اي
شنو هي الشعارات وقتها؟ خبز وماء ونوير لا ولا فلوس الشعب يحوف. وتظل تصور انت الاف الهابطه مسيره ونحن رانا نتلموا نقابات شنو نعملوا؟ وهذا اشياء نقروا بها. هذا وقت اللي سكروا علينا عاد الباب وما حدش يحبوا يعني يعطونا حتى شيء ولا يضايقوا فينا حتى احنا زاد ردينا الفعل. هذه نتاع حكايه الطهر بالخوجه، ثم هذه نقاط هامه في تاريخ الاتحاد، ثم محطات هامه نحبكم تعرفوها لانه البعض يحب يغبرها. ثم محطات هامه اللي ما تتكتبتش وما طلعتش واللي البعض وشهادات حيه وعشتها ومتيقن منها وتبقى يعني البعض يحب يغبرها. نحب بالنقطة نقولها لك. أولا في 26 جانفي قاعدة الزلاز مسكر جمعة وهم يدفنوا فيه مسكر، ما همش مرخصين عليه باش يرخص حتى حد، وما نعرفوش إلى حد الآن الأموات اللي ماتت في 26 جانفي ولا ظهرت حتى الواحد. ضحايا 26 جانفي بقيت إلى اليوم مجهولة الهوية والعدد، وكما قلت لكم الزلاز يعني بقى مغلق أسبوع كامل. دليل الجازي اللي قال للرئيس لو كانت هذه فيها واحد. قعدنا في السجن سي الحبيب ندوره يضل كل مرة يشد واحد في السجن ويضل يدور به من النقابة، احنا 15 كل مرة يشد واحد. ثم مرة ساعات يعيط لي يقول لي يعيط لي نمشي أنا. من مرة قال لي يا أخي قل لي أنت قداش حكم عليك؟ قلت له روح حكم عليا 5 سنين. ايه قال لي شوية. ليه سي الحبيب 5 سنين شوية؟ وانا عقت عندي صغير. قال لي واحد كيفك شجاع حقه يعطوه 8 سنين مش 5 سنين. يعني شوف الزعماء كيفاش كانت يعني نظرتهم يعني ظل. عاد وقت اللي كان في الحبس الحق مشيخنا ما نحسوش، كل مرة يشد واحد يظل تحدث معاه استفزوه. يجي مدير الحزب مرة مدير السجون يجي غاديك يسمعوا الكلام وسمع يعني يشتم نويرة وبرقيبة. قالوا يعني ما تلفقوا كان في التهم انتم المنقبين ماشيين جايبين بول من اللي حاكمون عليها السلاح متاعنا وجاوبوا جابوا 3000 بول من الفوندري هزوني للفوندري اللي يخدم فيه. قالوا السلاح وين هما؟ مشاو عندنا كوماندا للمعمل السيمان يعمل لي بول يعمل يحرك به السيمان يهز. قالوا القاول بول. قالوا اي هز 3000 هز هذه. يا ودي هذيك نتاع الواحد نتاع معمل السيمان وروسيور كوموند شيء هزوها وديك سلاح جبدها الواحد هاو يعني مش حتى يعني واحد على الاقل البوله يزيد يخسر هي نفس البوله ولا حجره كيف عاد يزيد يخسر الفلوس هذه يعني من نوع الواحد. عاد جبدها له هذه قالوا تمشيوا للفوندري وتهزوا لي بول وتقولوا هذا سلاح نتاع الاتحاد. وقالوا كلام كبير هكا للواحد اسمه الحبس المدير نتاع السجون يمشي يصبها للنويره وبرقيبه اللي من قدو يهزوا سي الحبيب هو عبد الرزاق الايوب عبد الرزاق غربال للبرج الرومي وينتقموا منه غاديكا. الحق مرار هكا الحبس كان معانا فهمتني وكان يعني كان مشيخنا يعني الاخبار وكان حتى ثم ساعات واحد نقابي تلقاه يتعارك هو مرته تعرف وتم مرته خارجه هو داخل من يعيط المرته حاسس كان يعني كيما الاب غاديكا في الحبس كانه اب حنون معنا في الحبس. وكنا منفردين كي مشى ولا الحبس مشى ازور برج الروم في حتى جيت 3 اوت 1979 كنت خرج وقتها نتذكر مليح وقتها في الـ في الـ في البافيون اللي انا فيه ثم بعض ثم طلبة بما فيها محمد وبعض زملاء وغادي كنت نتحدث أنا وحمى ثم شباك هكا من البافيون هو متاعو وحنا البافيون من هكا عاد كنت نتحدث أنا وياه فهمت عاد زي حمى نسبق شوية الأحداث. كي خرجت من الحبس جاي طلع ليا كي جاي طلع ليا شديته وقلت له اقعد بيت قال لي قلت له اقعد ما تروحش حسن هاي وقت غدوة أصبحنا أنا هابت ونهضت بيت بحذايا الصباح وقت اللي هابتين في الطريق قال لي قلت له تعرف حما علاش شديتك بحذايا قال لي قلت والله خفت لي يقتلوك وبعد يقولوا شقرون قتلوه
يعني الأسماء كل يعني ولينا تلمو النظام شفنا منه العجائب والغرائب ولينا كل شيء نعم. عاد والله زاد في الحبس فكرني بحاجة. أنا مرة في داخل الواحد وثم واحد نسيت اسمه علوان شكروا هكا طالب جاب لنا مناشير للفوندري. جاب لنا مناشير للفوندري شدوا الأساس وشد المناشير وأنا داخل الصباح خزرت له ما نعرفوش. قال لي هذا يا باش نسال الحساس مروكي. قال لي هذا راه باش نهزوا للحبس مش نهزوا نسلموا للشرطه. يا اخي غمص قلت له هكا راه قرب لي ما نعرفوش انا. كي قلت له قرب لي سيبوا هزيتك المناشير وحطيتهم في صبيتهم في الكبيلو عندنا كبيلو نتاع النار هذا اللي يذوب الفان لوحده. ثم واحد مشى قاود بيا بالحزب بالحزب قاود بيا حصل شو هزوني العساس ذاك جاء جابوه قالوا له كيفاش هو فهم مات المروكي هو فهم اللي قود بيا وانا هزني. قالوا كيفاش قالك شقرون سيب الواحد وسيب. قالوا لا ما قال لي شقرون ها هو اللي سيب ها هو اللي فلتوا منه. يعني هذه بعض حاجات في عاد في ثلاثة عود سيبوا الطلبة وقتها وسيب الأخ حبيب عاشور الله يرحمه في 3 أوت سيبوا حطوا في الإقامة الجبرية سحطوا الدهور وثم تدخلت برشا النقابات وبعض رؤساء وكذا بورقيبة قال لي حطوا في داره وسيب نتذكر وقتها طار شقروش أسماء ما كنتش ما نتذكرهاش هذه في 3 أوت 1979. في 1980 جاءت أحداث قفصة في جانفي أحداث قفصة غيرت البلاد بكلها. الهادي نويرة مرض وحطوا أمزال وقتها طلبوا من سي الحبيب باش شو أي حاجات اللي كانت ما يعرفوهاش برشا ناس طلبوا من سي الحبيب باش يعمل مساندة البرقيبة ولا موقف. قالوا ما أنا توا في إقامة جبرية ما نجمش نعطي أنا نعمل حتى موقف سيبوني تو نعمل موقف وسيبوا الجماعة تاعي تو نوقف كمان. بعثوا واحد للحبس نعرف مش لازم نذكر اسمه بعثته وسيلة الواحد من المكتب التنفيذي معانا باش يعمل بيان يعني ضد جماعة قفصة اللي هاجموا تونس. بطبيعة الحال عملوا بيان أعضاء المكتب التنفيذي اللي في الحبس عملوا بيان لكن بيان محترم يقولوا فيه أنه البلاد ولاو يطمعوا فيها ليش على تصرفها على سياستها على كذا على كذا على سرقتها حسن عملوا بيان باهم معقول ما فيش حتى شيء. كل دي مانيش عارف وسيلة من اللي جابوا متابع وسيلة ووسيلة عطاته البرقيبة حصل ما ليناش. قروا باش يسيبوا 8 في مارس 20 مارس مع العلم أنه نهار ما ننساهوش في حياتي مسبدية متاع كنت السنترا البافيون يتحل 8 حلوه نهارتها 10 وقت اللي حلوه 10 شان الساس علاش حليتهم نحن قاعدنا نتسالوا علاش قالوا راهو اليوم يعدموا فك الجماعه نتاع قفصه يعدموا فيهم من الخمسه من الاربعه ولا الخمسه نتاع الصباح حتى للعشره وهم يعدموا فيهم 13 واحد يعدموا فهمت شيء الم قلت له احسن تالمنا بس قال لي اسمع الرية اللي في الجارديان قال لي مش نحكي لك حكايه تعدت عليا قال لي ثم مرة واحد حكموا عليه بالإعدام قال لي وعملت له البيد يكروه لشنوه وهزوه للسبيطار قال لي يا أخي بالسبيطار ولا يرش رجعوه قال لي رجعوه المدن الحبس كلمة محمد فرحات قال محمد فرحات كان من البرقيبة قالوا رو هكا وهكا ويرش وكذا قالوا رجعوا الوحدة وقتلوا وحطوا في المشنقة حتى يموتوا ورجعوه مش يدفنوه دي يعني صحيح مانيش راني نتجنى ولا راني عندي تصفيه حسابات مع اي حد انسان انا نحبه برشا راهو بورقيبه نقول لكم.
في في 8 في 20 مارس أطلقوا سراح 8 من الناس. 8 هما يعني المكتب التنفيذي، فهمت؟ وبعد من 20 مارس 8 في جاء في 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 أفريل جاء بلانشار وقتها قابل بورقيبة قال له يا يوم مش نزيد نفرحكم مش نطلق لك صراح أربعة. أنا كنت منهم أربعة، طلعت أنا وطلعت أنا والصدق بسباس كان محكوم عليه بثمانية سنين، ومحمد عزين الله يرحمه، وأحسن حمودية توفى زادة الله يرحمه، وقعد صالح برور وعبد الرزاق غربال خرج وظم برسك في تقريب في آخر في بعد حتى بتكونت لجنة الوطنية، وبعد هزوا الدار وقعد في الإقامة، وبعد في الآخر بعد باش خرج. كي خرجوا الكل سي الحبيب باقي مازال في الإقامة الجبرية، عيط للمكتب التنفيذي وقال لهم اسمع تحركوا مشيوا قابلوا الوزراء وتحطهم شوفوا تلقاو حل والاتحاد كذا. قالوا له به تحركوا كل واحد مشى. قالوا ما اسمع حل الاتحاد دقا، أما سمى حاجة روى ضي حبيب عاشور باش يرجع الاتحاد لا سبيل إليه، بورقيبة راكم تقولوا هكا لا سبيل إليه، علاش ما تعملوش حل؟ مشاو سي الحبيب حاصل في الاخر قالوا نتعملوا لجنه وطنيه يرأسها نور الدين حشات. هو وقت نور الدين في حشات في الحزب قالوا نستقيل من الحزب ونخرج وخرج، واللجنه هذه الوطنيه تشرف على مؤتمرات من الباص حتى للقياده. قالوا اونتر تون في الوقت هذاك نشوفوا كيفاش نقنعوا بورقيبه مزالي والوزراء نقنعوا بورقيبه باش يرفع الاستثناء على الاخ الحبيب عاشور. قالهم داكورد. سي الحبيب قالهم يا جماعه راكم راهو تلعب بكم السلطه. انا نقول لكم انا حاصل قروا باش يعملوا اللجنه، وتعاملت لجنه ودخلوا فيها النقابه الكل، وتعاملت مؤتمرات من الباص حتى الفوق ونجحوا. هما اللي نجحوا يعني حتى من جماعه تيجاني عبيد اللي خدموا مع تيجاني عبيد نجحوا في مؤتمرات. وصلوا حتى المؤتمر متاع قفصة، مؤتمر قفصة ندات الكل برفع الاستثناء، وكانت الحكومة وقتها نيتها أنه باش يشد الأمين العام عبد العزيز بوراوي. وقتها تعرضوا برشا إخوان بما فيهم حتى حبيب بن عاشور متاع السوسة، كنت الكل قالوا لا يلزمنا عبد العزيز بوراوي. لا كانت الاختيار بين خيار الدين صالحي وبين الطيب بكوش، اختاروا الطيب بكوش أمين عام، وخرجوا في المؤتمر ذاك 100، خرجوا 100 تقريبا بين 120 و 130 خرجوا المؤتمر. كمل المؤتمر بعد الخيان الكل رجعوا وقت اللي شافوا اللوائح أنه ثم في اللائحة أنه الطيب البكوش هو كان رئيس اللائحة نتاع رفع الاستثناء، قال أنا في ظرف 6 أشهر يلزم نرفعوا على حبيب عاشور الاستثناء. ولات الإخوة اللي خرجوا بعد ولا ورجعوا ولنا كل نخدموا مع بعضنا، قالوا ننقضوا ساعة الاتحاد ونرجعوا. سي محمد وقت اللي تقول رفع الاستثناء تحكي على شنو؟ على هذا المصطلح خاطر مش متعرف عليه بالكدا. نعم. رفع الاستثناء تقصد بها شنية؟ أيوة رفع الاستثناء وقتها سي الحبيب قعد في الدار نتاعو ما باش يسيبو بورقيبة، قعد تحت الإقامة الجبرية، قعد وما عندوش الحق باش يترشح في الاتحاد. يعني مش معقول احنا في الاتحاد ورجعنا دخلنا للحبس جميع وخرجنا واحنا نرجعوا الاتحاد وهو يقعد تحت الإقامة الجبرية وهو الأمين العام. ما مش معقول رمز هذاك الرمز نتاعنا، ما مش معقول، فهمتني؟ هذا شنو الاستثناء؟ أنه سي الحبيب مازال في الإقامة الجبرية وبورقيبة مش قابل باش يرجع، يعني لا هذاك لا. هذا شنو الاستثناء؟ قلنا صحيح. حاصل وقتها الطيب اللي ما هو كان أمين عام كل مرة يمشي وين يقابل بورقيبة نضلوا نستناو فيه، إيش عملت؟ يقول أنا جبت له بورقيبة كل مرة إيش يقول له؟ ساعات يقول له راهو يرجع ينحي لك بلاستيك، ها؟ أنقل. أنا نعرف أنت ما تعرفوش. حاصل بطبيعة الحال بورقيبة يعطي كل مرة إيش يقول للطيب كلمات. في الأثناء احنا كنا نعملوا في اضرابات كبيره
مثلا وقت انا كاتب عام اتحاد جهوي اللي نتذكر انه ثم زوز خشان برشا في الله يرحمه فريد مختار ومحجوب بن علي. محجوب بن علي قال هذايا شقرور تو نذبح وراه هنا هذايا ايه ايه مش يذبح. عملنا الوذراب وعندنا 2000 خدام تابعين الكونفور. هاي مشيت لسي طيب قلت له سي طيب هيا وقت المهن المختلفه زرقاء الله يرحمه ومعها النفاتي مجموعه تاع جماعه المهن المختلفه. كنا ولينا نخدموا جميع راهو الجامعات والاتحاد الجهوي نخدموا جميع مع بعض. مشينا طيب قلنا له راهو هكا وقت تكلم مزالي. قالوا توا شنو هي الحكايه نتاع الكونفورت هم في اضراب وعندهم قداش وسي محجوب قالوا رد بالك انا محجوب ما نجمش نتكلم في حتى كلمه. هذاك راهم ينجموا حتى حد. نجموا كان برا شوف بورقيبه هذاك الوحيد اما انا راني ما ندخلش وحتى وزير راهو ما يدخل الحاجه دي. يتلب الطيب وقتها بورقيبه ومشى بحذاه. حكى له قالوا اسمع محجوب قالوا محجوب اخذوا التصوير والحاصل اسمع وبل على الطيب. قالوا شوف سيد الرئيس عندك ما تختار يا شخص يا 2000 خدام. قعدت يخمم قال لي بورقيبه بعد قالوا باهي براتهم اسمع الاخبار في ماضي ساعه اسمع الاخبار في ماضي ساعه قسموا الكوفور على 2 ونحوا محجوب بن علي حطوه على البنيان ولا حاجه كما هكا ومشات. هذه وقعت قبل الاستثناء تاع يعني ولات برشا اضرابات. زاد حكايه فريد مختار وقع اضراب في الستين كبير برشا. حتى مزالي مشى يعمل في خطبه على الحمله الانتخابيه نتاع تاع المجلس تاع مجلس النواب هاي يا اخي هزيت له جماعه وهبط له للوحده فهمتني ضد. قال لي وقت خاطبني انا طلعوا له جماعتكم اي قال هذا 70 دينار نتاع اللوز في العيد ما يحبش 70 دينار يحب يشري ثور. وقت عاملين اضراب احنا في السين. زاد كيف كيف بعد مزالي تشكى وقت للطيب قالوا بون هاي طيب قالوا انت ارس عيط لشقرون وعيط لفريد مختار واللي تحكم انت انا نطبقه وتفضلت وقتها المشكله بحيث كانت الفتره هذيك كانت فيها برشا اضرابات واحد الى درجه قالوا يا اخي الاضراب يا اخي حبيب عاشور مش عامل اضرابات اكثر من هكا فهمتني بداوا الناس يعني يقنعوا في بورقيب. حصل ما كمل ما قبل 6 أشهر كما تعملت اللائحه في المؤتمر وقع نهار في اكتوبر نوفمبر ديسمبر في ديسمبر يقع رفع الاستثناء وعيطوا لسي الحبيب وعيطوا للجماعه وكان في مجلس وطني ورجع سي الحبيب في مجلس الوطني وقع انتخابه رئيس فعلي مش رئيس شرفي رئيس فعلي. وبدات مسيره الاتحاد يعني نوع اخر كان قبل بورقيبه كان قبل الاتحاد يحبوا ملكه وما يعجبوش في امين عام ينحيه ويلقى له سبب ويجيب واحد اخر فهمت نراجعوا تاريخ الاتحاد. بالنسبه للوضعيه ولات في بدايه الثمانينات تغيرت برشا وبورقيبه ما عادش ينجم ينحي امين عام ما عادش ينجم الاتحاد خرج من يديه وكنا وقتا نعيطوا بالاستقلاليه نتاع الاتحاد. وسي الحبيب انا كنت نعتز برشا ونتشرف اللي خدمت معاه جنب الى جنب واللي كان كل ليله اذا كان من ولا شيء اذا كان ما نقابلوش يكلم يطلبني في الدار اذا كان يقول للمراه اسمع كان نروح قبل 12 قل له يجيني بعد 12 قل له يتعدى لي الصباح وما يصبرش 12 وربع 12 ونص يطلبني اجيت اي يقول لي يجيني. بالاخص كي ظل عندي انا ديما عندي اتحاد جهوي كانت عندي برشا مشاكل وكان يحب هو كان سي الحبيب كان يعشق ياسر انه واحد اللي ما يشكيلوش ما يجيش يشكي له فلان ولا شيء الناس تشكي منه يقول لك هذا اللي يفض المشاكل اما اذا كان هو يجي يشكي لي هذاك ما ينجمش يفض المشاكل يعني كي النقابي ما يشكيلوش ويشكي له مثلا وزير يقول له يلقى حل اما كان انت نقابي تمشي تشكي له. نتذكر مره ثم سي المرحوم فرج الشادلي هو وقت وزير التربيه وزير التربيه وقتها باش نعمل مؤتمر نتاع نقابه التعليم الثانوي هما نقابه التعليم الثانوي ديما هايجين ما فيهمش كلام عاد اي وباهين زاد هايجين وباهين هذوما يا سيدي جاوني للبيرو معبين البيرو تقريبا يجي 100 واحد
وقتها كان البيرو بتاعي هو البيرو هذاك توا نتاع سي الحبيب، عطاه لي وبعد اللي تو في حسين العباسي. حصل انا غاديك عباوا لي البيرو وهم واحد اكلمت طلبت فرج الشادلي يا سي فرج، قلت له اعطينا سويعه من 11 ل 12 راهو نحبوا نعملوا له مؤتمرات ومؤتمرات والتعليم ما تعرف يحب التمثيليه، يحب واحد كي يطلع يمثل راهو يحب يمثل يعني 90% 80%. قال لي شنو نعطي هما يسمعوا راهو الاستاذه حطيت لهم لو بارلور. قال لي سي شقرون هذا اجرام في حق في حق في حق التلامذه يعني. قلت له كيف وهما يسمعوا اش هو مش اسكت عليا. قلت له قل لي يا اخي الاجرام انا هما الاجرام، احنا مجرمين ولا انتم مجرمين وقت اللي يجيكم ضيف من برا وتخرجوا لنا اولادنا وبناتنا الصغار باش يصفوا وباش يعيطوا، اللي مرضوا يصبحوا مرضى، اللي لبس عليه يمنك خدمته ويمشي للكلينيك والقليل يهز ولده ويقعد في السبيطار، شكون المجرمين احنا ولا انتم؟ وعلقت عليه. صباح قلت لهم متفرهدين توا هاي برا خرجوا خلونا نكتب على روحي. خرجوا فرحانين هما في الحقيقه الاساتذه. عاد سي فرج يكلم في سي الحبيب يكلم فيه ويعاود ويطلب فيه في الليل طلبني هذه اللي ديتها. قال لي لازم باش تجي. مشيت قال لي شنو اللي عندك اليوم سي الحبيب؟ بديت نحكي له ما جبتلوش على فرج الشادلي. قال لي اسمع خلي كل شيء ويحكي لي على فرج الشادلي. حكيت له قال لي راهو طلبني انا جيت هنا والبقعه اللي نمشي لها قال طلبني. قال لي هزيت له قال لي اخذر ايش قالوا سي الحبيب. قال له قل لي يا اخي انتم هو صحيح تخرجوا تلامذه انت هكا تخرج تلامذه وكي يجيكم واحد ضيف. قالوا قالوا كيفاش باذنك انت؟ قالوا مش باذني انا راهو باذن سي محمد المزاري. قالوا لا يهديك حقه كي قال لك اعطيني ساعه قل له شوف سي محمد المزاري اطلب محمد المزاري. كان قال لك قل له روسي محمد قال لك كان قال لك لا تقول له تقول له مجرمين اجرام هذايا في حق الواحد. قالوا انا راني ما نجيبش نحكم فيه. كلم قالوا غدوه محمد المزاري. قال لي انا قلت له قلت له كلم غدوه اللي من غدوه ما كلمني شو فرشت اللي كلمني شيف دو كابيني نتاعو قال لي انا وافق الوزير على الساعه اللي باش يعطيها لكم باش تعملوا بها المؤتمرات. في الاثناء سي الحبيب لكل جواد عفوة سي الحبيب والاتحاد قاد للمؤامرات والسلطه ما باش تفك على الاتحاد وحبت تقسمه وهنا خلقت لنا برشا مشاكل. وان شاء الله يا سيام خلي لي ثم ماذا بيا نوصل حتى للاخر خاطر هذوما ماذا بيا ثم نقاط هامه برشا وقاعده فيا نحب نقول لهم تو نحاول كيفاش نحوصل وخلي يعرفوها الساده المستمعين. قلنا حكه مؤامرات تمثلت المؤامره الاولى في تقسيم المكتب التنفيذي تاع الاتحاد وفي طرد سبعة من الأعضاء المكتب التنفيذي أطردهم سي الحبيب. المؤامرة الثانية هي جريدة الشعب اللي لا بعد السبعة وقع المؤتمر تاع الاتحاد في أواخر 1984 في ديسمبر وطلعت وقتها زاد وقع خلاف. احنا كنا سي الحبيب بس ما سي الحبيب اختار تسعة نتاعك هذوما نقبلهم البقية قلنا نختاروا احنا وكنا وقتها مجموعة فهمت بدات تنقص المجموعة بدات اللي قعدنا ثلاثة ثلاثة قلنا له لا باقي متمسكين. تعرف سي الحبيب ما يقبلش هذيك راهو الناس الكل تمشي ولا ما ثماش. قال اسمع هذا يساند في فلان وهذا يعرفنا راه واحد وهذا يساند في فلان. عيط لهم قال اسمع تكلموا جماعاتكم وتتفاهموا معاهم يلتزموا بالقائمه والا غدوه كل واحد يدخل بقائمه. وحتى كان غدوه دخل بقائمه يمشي يربح راه هو يربح هيك ولينا مشينا له يا سي الحبيب. قالوا بتتبعوا القائمه قلنا هي قلبي وعملنا قبلنا وطلع المكتب التنفيذي اللي يحبوه هو. هذه النقطه الاولى يعني كنا الحق نطلعوا له جماعه اخرين أنا لا بالحق ثم كانت ناس باهية ونازلت في 26 جانفي وعاونت يعني قامت الاتحاد كان من المفروض أنه وزاد كذلك نخلقوا تقاليد في اختيار أعطينا نختاروا ثلاثة من الناس على كيفنا فهمتني. هذه الأزمة الأولى. الأزمة الثانية جريدة الشعب. جريدة الشعب هلكت الأمور
جريدة الشعب كان شددها طيب باكوش، لأنه في المؤتمر تحت الرئاسة وشد الأخ أمين عام، ما عادش طيب أمين عام، وطيب أخذها الجريدة متاع الشعب. مع الأسف جريدة الشعب أقلقت برشا ناس، ولات مش تصدر يوميا، حصل من داخل ومن برا. ينهار الله يرحمه الهشمي الترودي عمل ارتيكل في مزالي في جريدة الشعب، وصور مزالي وكالراس متاعه هذيك السلعة وكل واحد يسمى جماس، الناس تستغل فرص هذا الواحد يا سي الحبيب مصدر جريدة الشعب، مصورين مزالي كانوا فار مصموت. وسي الحبيب يتأثر بهذا، يعني كيجي واحد يحكي له يعني يتأثر، قال له فيزا وقفها، وقفوا جريدة الشعب هاي مش ناحي الطيب، مش ناحي الطيب توم بدلوه. حاصل الطيب وقتها في فرنسا، مشيت كلمته قلت له طيب شنو هي الحكايه هذه نتاع مسكين الهاشمي الترودي الله يرحمه. المقال عمل صح الهاشمي يعني معتدل برشا، حتى المقال اللي عملوا به فيه نقد ما ماهوش نتاع سب ولا شتم، عمره ما يسب. جاء طيب حاصل عمل مكتب تنفيذي، المكتب التنفيذي مع كامل احترامي للي حطوا في بلاصه الطيب، ها ماهوش نتاع جريده الشعب، نحترم مع كامل احترامي لمهنته ومع كامل كذا، ماهوش نتاع جريده الشعب، يعني مسخره ولينا الاتحاد الحق من برشا الناس ما عجبتهاش. عاد انا قلت له سي الحبيب يا سي الحبيب هذه راني باش نصوت ضدك، لا ما غنيش قبلها، وقمت له. قال يقعد في المكتب التنفيذي، قمت له قلت له هذا كذا الحاصل وراك مش تحل علينا ازمه في الاتحاد وكذا. قال لي حاصل بعملنا تصويت، صوتوا ثلاثه برك من الناس ضد سي الحبيب، والبقية الكل مع سي الحبيب. كي جيت طالع عيط لي قال لي راهو انا نجم نكون كنت محظوظ مع سي الحبيب، خاطر عملت معاه برشا عملات جي ضده ما ترديش، مش مطرني يعني ما نجم ما نحانيش، نجم ينحيني راه قوي قداش من انتي عجيه وينحى، انا مانيش عارف الزهر اللي عندي معاه يقول له ما انا نحبه هذاك. عاد عيط لي قال لي اسمع، قال لي ثم واحد يهودي صدقوله، قال لي ماهوش وجعته حتى ضربه في راسه، قال لي ثم ضربه قال لي يحس في مخه مش يهبط من خشمه، قال لي هز وز راسه يلقى ولده. قلت له سي الحبيب اسمع، انا صوت ضدك ما تخافش مني، غدوه ما نسيبكش، اما كان اللي صوت معاك هذاك راهو خايف منك، غدوه يدور عليك، حطها في مخه. قلت له هذه ومشيت، كلمه عليها ملك كما يقولوا وكلمه علاش. بعد جريده الشعب جاونا الشرفاء، بدتنا الشرفاء فهمتني تغزونا في دار الاتحاد وضرب ومضروب ومساندين فهمتني بالوحده. حاصل السلطه لعبت مليح، كان القياده نتاع 85 القياده نتاع 78 كانت افضل بكثير من القياده نتاع 85. قيادة بتاع 78 شدت مليح مع سي الحبيب ودخلت معاه الحبس وعرضت روحها للإعدام. القيادة بتاع 85 تفاهموا مع السلطة، تفاهموا مع السلطة، قالوا ما اسمع حطوا لنا حبيب عاشور في يقول الكلام ضيب أني مش يجي تزيدوا تعرفوه اللي هو الصيح، حطوا لنا حبيب عاشور في الإقامة الجبرية خاطر ما داموا البرة ما نجموا نعملوا حتى شيء، وتو نبدلوه. وبطبيعة الحال بشكون مش يبدلوه؟ بدلوه مش يبدلوه بالصدق علوش. مشيت انا سي الحبيب ساعتنا في الكلو نطل عليه، قلت له سي الحبيب اسمع وقتها انا كنت بعمتي حاجة بنعرف، قلت له باش نعمل ضراب جهوي، حصل درت على المؤسسات الكل وعملت ضراب. العشية توقفت وقتها بن علي ما يشك يشدك ولا يتفنوا في ال ما عادش يشدك باش يحاسبك نقابيا، لا يعمل لك تهمة اخلاقية ولا مادية ولا هكا. حاصل وقفوني ليلتها من قدام الاتحاد، قالوا شديناه في يطيل هو ومرأة هذايا. حاصل ولمونا الكل وقعدنا مربوطين، جماعة وتوافقوا مع حطوا سي الحبيب في الإقامة الجبرية. قالوا بون توا مش نعملوا اجتماع ونحطوا ناقصين النصاب، سيبونا الناس سيبونا. عملنا اجتماع، اللي ما حضرش في الاجتماع ذاك والله ما نعرف شكون، ثم الطيب الباكوش اللي مش حاضر فيه، وثم واحد اخر ما نذكرش اسمه ما نذكروش.
والأعضاء المكتب الكل نتاع التنفيذي حاضرين، وجاوا الخطر الأمين العام ينتخبوه الكتاب العامين نتاع الاتحادات الجهوية، والكتاب العامين نتاع الاتحادات الجهوية كنا تقريبا كان ثم واحد يمكن شعبان هو وقتها موقوف مش حاضر. حاصل عملنا مكتب تنفيذي تعجبت، سيبونا من الحبس جينا شنو الحكاية، قالوا بالصوت ونحطوا أنا صدق علوش نتاع حاصل الصوت كلموا من أنا وصوت هذه الصبع لا، فأنا وبعض جماعة أقلية أقلية فيها شكون يقبل كان يصوت ضد سي الحبيب راه أقلية ضئيلة. حاصل طلعت متألم برشا إنه طلع مازالت العريضة لتو، طلعت عملت عريضة في الوقت ودرت على أعضاء الهيئة الإدارية، هو الهيئة الإدارية مطلوب الثلثين برك، أنا لمي ثلاثة أربعة. مشينا لسي حسين بقادور الله يرحمه قلنا له يا سيدي، أنا مشيت له أنا وحبيب جيسة قلنا له يا سيدي هاو لمينا راهي الهيئة الإدارية تحب تجتمع في الموضوع متاع سي الحبيب، قال باه امشي شوفوا الطيب. مشينا لسي الطيب قلنا لنا نقبل، هاي طلعنا ملا بلغ وين نعملوا هيئة إدارية، طلعنا بلغ وعملنا هيئة إدارية واجتمعت الهيئة الإدارية. عم حسين قال حاجة هامة برشا الله يرحمه في الواحد، لأنه بعد ثم برشا ناس غدرتنا في 26 جانفي وبعد ولوا زعماء. علاش زعماء؟ لأنهم الأقربين ما يحبوش يسلموا فيهم، وكان جاء واحد آخر شهروا به. ثم واحد مشلتي جاني عبيد كان زعما هذاك حاجة مش لاق، قالوا أعطيني طرف فلوس راني باش نعرس، قالوا حاجة مش لاق حاجة مش لاق معطاه طرف فلوس وباش نعرس. كنجيبوا الواحد أنا وقت عرس، وقت اللي عرس هو إحنا في الحبس ما يوليش مشي ولي توا زعيم. حصل عملنا الهيئة الإدارية ورجعنا الأمانة العامة للحبيب عاشور، ومن نهارتها كملوا احتلوا على دور الاتحاد وطردونا وشي دخلوا الحبس وشي أذكروا كنا مطرودين رغم الخدمة. نحب نتعدى توا تعملت معكم في بالكم كل عشتوا تقريب الشرفاء وكيفاش عملوا مؤتمر طلع لهم اسمي عيل اللاجري، وبعد ما اختلفوا بدلوا طلع عبد العزيز بوراوي، وعبد العزيز بوراوي وقتها قالوا بورقيبة رجع الدر إلى معدنه والله يرحمهم الكل. لكن الأهم اللي به الفايدة توا نحب بعد انقلاب بن علي ثم واحد العب دور سيء هو الهادي البكوش كان وزير أول ولعب دور سيء. كيفاش لعب دور سيء؟ الشرفاء هو اللي كان متسبب فيها، ووقتها وقت اللي جاء بن علي حب عمل طلع قيادة متاع اتحاد على مقاسه. شكون جابنا؟ إسماعيل السحباني. ومع الأسف سي الحبيب عيط لي نهار الاستقالة متاع هو وعبد العزيز بوراوي، عيط لي الصباح وتقابلت معاه اش قال لي؟ قلت له شوف سي الحبيب هو يحبني الحق وكان يستثيقني ويعرفني ما غدرتوش وقفت معاه للاخر، وهذه كانت جانب اللي يحبني فيه. قلت له شوف سي الحبيب انا هاو ننصحك انت ما تعرف عزيز علينا الكل. قال لي انا تعبت ومرضت، ويظهر سي الحبيب وقعت له برشا تهديدات. انا مار رجل يعني حياته كامله في الحبوسات وحياته كامله في مرميد، انا مار وبالغدر كما قال لي هو، انا مار فد وقتها يعني وزلك خرج من الحبس وجاب بن علي والكلاب واحد. قال لي اسمع يا شقرون انا راني مريض وما عادش نجم. قلت له باهي الحبيب ما مريض وما عادش نجم، انت الوحيد اللي تنجم تلم النقابيل الكل لمهم واعمل مؤتمر، وكان حبيت خذ رئاسه شرفيه وما حبيتش اعمل مؤتمر واخرج. فالضغوطات وكذا وقتها قدم استقالته هو وعبد العزيز بوراوي. نحب اسماعيل السحباني كي شد الاتحاد وتربع في الاتحاد اني خليت برشا باش خاطر هذه هامه برشا باش تعرفوا يعني كيفاش الامين العام نتاع الاتحاد عندما يكون خاين الطبقه الشغيله اش يعمل. السحباني في عهده هو الخوصصه كثرت. اسمع روك المؤسسات اللي نعرفها لاني انا محسوب بن عروس التكنيزيان، رانيك المؤسسات توا كي نخضر هذه سكرت وهذه سكرت وهذه مشات وهذه اسمع راهو شيء هبل. وراهو كل وطني يعني اللي يعرف المؤسسه كان عندها مؤسسات واش كانت عندنا خدامه وكيفاش يعني دخلوا على راهو قبل في السبعينيات وفي بدايه الثمانينيات وقت اللي الخدام يتشرط ما عندناش بطاله انوفريي ينجم يطلع من المؤسسة دي يمشي يخدم غاديكا ما يقعدش بطال، فهمت؟ حتى توا نشوف
البطالة متاعنا، القهرة متاع شبابنا اللي مثقف واللي واعي وكذا، وانا واللي ولاو يخدموا بيه باش يبعثوا بيه البر. انا بالنسبة للسحباني خذا الاتحاد العام الخوصة صح، ولا وهشاشات التشغيل حتى قانون الشغل بجلوه غيروه. فيما خص نعطي قريب مش نختم اش عمل في الاخر، قالوا له ما حشتهم فيه يعني حبوا يتخلصوا مني، وحشتهم زاد بالمؤسس، المؤسس الواحد من العائله المالكه. جاء واحد هذا غنيمه، اسمع في عام المؤسسه هذه الفوندري ريوني كانت تعمل في شيفر دافير نتاع 4 مليار 3 مليار ودمي 5 مليار، خليها لنا ضي غنيمه، خو غنيمه اللي في القصر هذاك طاهر غنيمه، خليها لنا سيدي ثرو حبوا يفلسوها المره الاولى يضربوا بها يفلسوها، وبعد ما يفلسوها خليها لنا مثلث في 3 مليار، حطوا بي دي جي اخر. قلت له تعرف كيفاش بي دي جي اخر؟ بي دي جي اخر هذا اسمه بولبيبه كذبه. قلت له اسمع تبع كلامي تو نجح لك الشركه. انا لبست البلوزه وقتها، حصل الشركة هذه اللي عملت كانت الشيفر دافير العام ناول 3 مليار دو 4 مليار دولار، الوقت اللي شديتها انا عديت الخدام اسمع هذه مؤسستكم وروحوا بيعوها لكم وحبوا كذا، وانتم راكم اللي تخسروا، وذي غدوة اولادكم تخدم فيها وعائلتكم تخدم فيها وجيرانكم والشعب اولاد الشعب، ردوا بالكم راهو يحبوا يسكروها لكم ويردوها لكم. ملي كانت عملت شيفر دافير ب 4 مليار و 200، العام اللي بعده عملت 8 مليار و 100. شوف 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 الخدام يعني كيفاش يظل. قالوا بون هيا مضي شقرون هذا السحبان، يا خلوا هذايا اسمع خرجوا شقرون تو تو نجم نسلم هذا تو نبيح نعطيها لكم المؤسسه للعائله المالكه. بطبيعه الحال اسمع حبوا يلموني انا وجماعتي ويعملوني عصابه نتاع مفسدين، ما كثر لكم بحساب خرجوني في الريتريت، خرجوني في الريتريت. البي دي جي نهار اللي خرجت انا في الريتريت بكى البي دي جي هذايا الفرق هذايا الشخص هذايا الامين العام اللي اخذ اش عمل معايا وجي لمؤسسته، وبعد ما خرجت انا بعام سكرها المؤسسه وطرد الخدامه نتاعو الكل خرجوا، وهو وين حطوه؟ حطوه مدير في السونات، ثم بعد حطوه مدير في الليتاب، باش تعرفوا هذايا امين عام وتو عامل منظمه باش يدافع على الناس. هذه اللي حبيت نقولها وان شاء الله. شكرا سي محمد. يعيشك بارك الله فيكم. بالنسبه للاخر انا في الحقيقه نطلب من كل الإخوان والأخوات مهما كانت حساسياتهم ومهما كانت الانتماء متاعهم باش نخموا على تونس على بلادنا، يلزمنا بلادنا نحميها نحافظوا عليها، راهي هذيك مستقبل متاع أولادنا ومتاع الأجيال القادمة. إذا كان ما نبنيوش أحنا يمكن نبنوا لهم أحنا ساسي نجموا يبنيوا فيه، أما كي أحنا نخربوها راهو ما يلقاو حتى شيء. هذه اللي نتمنى باش كل تونسي يوعي اللي تونس راهي عزيز علينا الكل، عزيز عليه هو، عزيز على امه، عزيز على كل حد. كذلك الحاجه الاخيره في الحقيقه مرتي تعبت عليا برشا، ومن هالمكان هذايا نقول لها راني نعزك برشا وبارك الله فيك في اللي عملته. حتى اليوم حبت باش تجي قالوا لها اولادها لا مش نمشي، واحنا يلزمك تشد الاولاد انت قاعده في الدار، فهم راني نعزك برشا ونحترمك برشا، وراك مناضلة وتبقى ديما عزيزة، وبارك الله فيكم.